السلام عليكم، انا زيد الحسن، مدير مبيعات في شركه سي سايد ألانيا. اليوم بدي اعرض عليكم مجمع من افخم واحلى المجمعات في مدينه ألانيا، مجمع اسمه اورا بلو. طبعا مساحه هذا المجمع 4500 متر مربع، بضم 8 بنايات سكنيه. طبعا هذا المجمع له عده مزايا، له عدة مزايا بيشتهر فيها طبعا عن باقي المجمعات. أول ميزة إنه موقعه قريب من البحر، متوسط في قلب مدينة ألانيا، قريب من الخدمات، قريب عن مركز المدينة، ببعد عن مركز المدينة تقريبا 11 كيلو متر فقط. طبعا هلأ رح نورجيكم إحنا لاحقا المزايا اللي بتميز فيها مجمع أورا بلو. طبعا من احد المزايا اللي بتميز فيها مجمع أورا بلو، بضم عده خدمات ومرافق ترفيهيه لك ولافراد العائله، مثلا المسابح، العاب مائيه، ملاعب كره سله، ملاعب كره قدم، كل هاي المرافق موجوده بداخل المجمع. طبعا بضم زياده عن هيك بضم مطاعم، مقاهي، حمام تركي، صالة سينما، صالة بولينج، صالة ألعاب رياضية داخلية، مسبح داخلي شتوي. كلها هاي الميزات بتميز مجمع أورا بلو وبتعطيه أهمية كبيرة في المنطقة. طبعا من أهم المزايا كمان اللي بتميز فيها مجمع أورا بلو إنه وجود عدة مساحات بنفس المجمع، في مساحات طبعا شقق بمساحات تتراوح بين 60 متر مربع، وفي مساحات 100 متر مربع، وفي مساحات 125 متر مربع، وفي مساحات 150 متر مربع، وايضا في مساحات 180 متر مربع. يعني في شقق صغيرة اللي هي 1+1 اللي هي غرفة وصالة وغرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة وأربع غرف وصالة. فهذا من أحد برضو الميزات الحلوة اللي بتميز فيها مجمع أورا بلو. طبعا هلأ إحنا بدنا نعرض عليكم بعض الخدمات اللي بيوفرها المجمع داخل المجمع. بدنا نورجيكم بعض المرافق الصحية، حمام تركي، طبعا في مركز كبير حمام تركي ومركز صحي كامل داخل هذا المجمع، في بضم صالة ألعاب رياضية كبيرة، بضم ملاعب أطفال داخلية، عدا طبعا عن الملاعب الخارجية، بضم صالة سينما كبيرة، بضم صالة بولينج. طبعا كلها هاي المرافق مجانية من ضمن خدمات هذا المجمع. هذا بيعني انه انت ما راح تحتاج او تحتاجوا انه تطلعوا من محيط المجمع خلال فترة الإقامة في هذا المجمع. عليكم احنا شقة بمجمع أورا بلو. هاي الشقة مساحتها 180 متر مربع، طبعا تتكون من 4 غرف نوم. احنا هلأ بالصالون زي ما انتم شايفين الصالون، هون في مطبخ امريكي مفتوح على الصالون، هاي غرفة القعدة زي ما انتم شايفين، في ترس كبير على غرفة القعدة. هلا بدنا نورجيكم احنا الغرفة الأولى، هاي غرفة النوم الأولى. طبعا هون في حمام
هون في حمام زي ما انتم شايفين. نورجيكم الطابق السفلي، طبعا الشقة نظام دوبلكس طابقين. هون في غرفة نوم زي ما انتم شايفين، عليها بلكونة. هون في حمام زي ما انتم شايفين، حمام كبير، مساحات كبيرة، الشقة مساحتها كبيرة واسعة. هون في غرفة نوم رئيسية مساحتها جدا واسعة زي ما انتم شايفين. وهون في غرفة نوم ثالثة اللي هي ماستر، في إلها حمام. طبعا هذا الترس تبع الشقة زي ما انتم شايفين، الترس اللي على الصالون تبع الشقة. هون في مساحة حديقة خاصة في الشقة تحديدا زي ما انتم شايفين. طبعا اطلالة الشقة على المسبح